لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. ودائما نتعلم إذا كان لا قدر الله شي حاجة فوق الطاقة ديالنا متعلقة بأولادنا وبناتنا أو أشياء ربما الإنسان يقهر، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا. كيجي واحد الفترة الإنسان كتطرح عليه بعض المشاكل أو بعض القضايا في الحياة يغلب ويقهر وما كاينش اللي غينفعو، كل كيقول نفسي نفسي. هنا في هذه الحالة ماذا نفعل؟ أول شيء كنقوم بما علمنا الله أن نقوم به، ما فعل به سيدنا أيوب عليه السلام، كان يقول الله يفعل ما يشاء ويحكم في خلقه ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه خلاها لنا سيدنا أيوب عليه السلام، وروى لنا عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا أيوب هو أخطر من تعرض للبلاء، أكبر بلاء ربما مر في تاريخ البشرية دفعة واحدة تلقاه النبي الله أيوب، حتى يقال صبر أيوب. وخلى لنا هذه الكلمة من اللي كتجيه دائما ذاك البلاء الشديد، كان يقول هذا الكلام: الله يفعل ما يشاء ويحكم في خلقه ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا قال هذه الكلمة؟ لأن كان كيجي عنده إبليس ويوسوس له في أذنه وكيقول له: هل هذا رب رحيم أخذ منك أولادك؟ فمن اللي مشى ليه المال كيقول لي: هل هذا رب كريم سلب منك أموالك؟ من اللي جه المرض كيقول لي: هل هذا رب رحيم أصابك بالأمراض؟ من اللي اتهموا الناس بالباطل كيقول لي: هل هذا رب كريم خلى الناس يطلقون لسانهم فيك؟ وبدا دائما إبليس يوسوس له، فكان كيجاوبه وكيقول له: الله يفعل ما يشاء ويحكم في خلقه ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لما كان سيدنا أيوب يقول هذه الكلمات، كان الله تعالى في أعلى سمائه مع ملائكته، كان يباهي بسيدنا أيوب الملائكة، يباهي به الملائكة يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي فلان، لقد نلت منه ولكنه صبر واحتسب. كان بالإمكان أنه يتبرم أو يتضجر أو يحزن أو يقنط، ولكن انظروا إلى قوة إيمانه ويقينه، رغم أنني أنا الذي سلطت عليه إبليس لكي يوسوس له، ولكن إبليس ما أخذ منه لا حق ولا باطل. هذا هو الإيمان القوي. لما نواجه بعض الصعوبات في الحياة ولا نكاد نجد حلا مناسبا ونضعف أمامها، أول ما نفعل كنرجع خطوة إلى الوراء وكنبين الاستسلام بين يدي المولى سبحانه: الله يفعل ما يشاء ويحكم في خلقه ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كان صبروا، ثم بعد ذلك كان بدون ديروا الأسباب اللي قدرنا عليها للإصلاح والتغيير، أسباب دون أن نضر أحد، دون أن نلحق الضرر بأحد. قد يقول قائل: ربما خسك المال، وربما يبان لك المال أمامك حرام وتمدد لك. لا، إذا كان حرام ما نقرب له، نأخذ الحلال. إذا كان شي حاجة غنديرها ممنوعة ما نقرب لها، في إطار المباح نحاول نستغل الوسائل والذي هو مقرب إلي مباح، نقوم بالأسباب للتغيير وللإصلاح. فإذا تعذر علي كنرفع يدي إلى السماء وادعو المولى: يا مغيث أغيثني، يا مغيث أغيثني. وإن شاء الله وبإذن الله فإن المحنة لا تدوم، سرعان ما تزول وسرعان ما يتدخل الله تعالى برحمته ويتجلى عليك بكريم لطفه، وإذا أعطاك سبحانه أدهشك. سيدي أحمد الله يفرج عليك ويحفظ لك الله الولي ديالك، اللهم تعالى يكتب لكم مكاتب الخير. وهذه الليلة ديال الجمعة أسأل الله أن يفرج همكم، أن ينفس كربكم، أن يقضي حوائجكم، وأن يغنيكم من فضله، إنه سميع قريب مجيب. نتحول إلى إقليم الشماعية، معنا للا عيشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كداير لاباس عليك؟ الحمد لله للا، الله يبارك فيك. يا كل شيء لاباس؟ كل شيء بخير وعلى خير ولله الحمد. الحمد لله.
الحمد لله. بغيتك عاد تدعي معانا وتدعي مع الوالدة يا ربي. دعي ما رزقناش الله وليدات 20 عام تبارك الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الأمر لله. أنا داكشي لك. واحد خواتي عطيتهم ما باغيين يتزوجوا. دايرين شي دعاء الله يجازيك بخير. يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم. اسمح لي يا أنت دايرة شوية. الله يحفظك لالا عيشة الله يحفظك لالا الله يفرحك الله يفرحك. دعي مع زوجي تاهو كان طاح. إيه. وقعت هذيك الرجال داك شي عام ونص وباقا مازال باقا ليه واير مالي شوية الله يعمر ربي. يا ربي تشافيه يا ربي تشافيه يا ربي تجبر العظم ديالو. نطلب من المستمعين يقولوا امين. ايها لالا ان شاء الله نطلب منهم جميعا يرفعوا يديهم يقولوا امين لعل الله يستجيب. لالا عيشة الانجاب هو امر خاص بالذات الالهيه. الاطباء والصيادله والرقاة وجميع المعالجين كيقوموا غير بالاسباب اللي عرفهم مولانا عز وجل، ولكن اللي كيجعل الانجاب والولاده هو الحق سبحانه وتعالى. من اللي كيتلاقى الرجل مع المراه وكيوقع الماء ديال الرجل في الرحم ديال المراه يبعث الله له الملك كيقول يا ربي واش هذا نديرو حي ولا ميت؟ كيقول ليه الله تعالى ديرو حي. كيقول لي يا ربي أذكرا أم أنثى؟ كيقول لي الله تعالى الجنس واش ذكر ولا أنثى؟ كيقول لي يا ربي أشقي أم سعيد؟ كيعطي الله تعالى الوصف والشقاء ولا السعادة؟ يا ربي ما أجله؟ يا ربي ما رزقه؟ يا ربي ما كذا؟ ما لونه؟ ما كل شيء يتحدد. كيكون ربي عز وجل هو الذي يحدد الصناعة داخل الرحم. وعلمنا القرآن الكريم أننا لا نيأس أبدا من رحمة الله، لأن إبليس يقدر يقول الإنسان كبرتي وراه الطب وراه العلم وراه المنطق ولا العقل كيقول لك إلا فاتك الأجال ميمكنش. القرآن الكريم يعلمنا أننا لا نقنط من رحمة الله. لهذا ليس من العبث أن الله تعالى حكى لنا عن أناس بلغوا من الكبر عتية ومع ذلك أكرمهم الله بالأولاد. ذكر لنا سيدنا زكريا وقد اشتعل رأسه شيبة كبر ولا في الثمانين من عمره وكان يقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. والزوجة ديالو كانت كبيرة كذلك، وهو ربي أعطاه سيدنا يحيى لم نجعل له من قبل سمية. جعل الله كمثال أن الله قادر على إعطاء الأولاد، والإنسان ممكن أن ينجب ولو مرت السنوات ولو طال الأمد. بل إن الله تعالى أعطانا النموذج بسيدنا إبراهيم الخليل من اللي غادي يكرمو بالابن ديالو، والزوج ديالو غتستغرب قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. يعني المرأة سمت نفسها عجوز، نقول امرأة عجوز ورجل شيخ. فالرجل كبير عنده فوق 90 والمرأة عندها قريبة 80، ومع ذلك الله تعالى أعطاهم المولود وسماهم أهل البيت وأعطاهم سيدنا إسحاق عليه السلام. فربي عز وجل على كل شيء قدير. علمنا القرآن الكريم اللي بغى ينجب يبقى يقول دائما الدعاء لسيدنا زكريا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. غتبقى تقول هذه الكلمة وربي عز وجل غادي يعطيك الأولاد. ملي تقول الدعاء ديالك أكثر من الصلاة على النبي المختار. ربي يعطيك أولاد كثر. كل ما طلبتي الله الدعاء زيد في الدعاء ديالك الصلاة على النبي المختار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هنا بحال التمار، بحال كدير الأدوية للنباتات وكتنزل الأمطار كيزيد الخير كيزيد المدد، كيعطيك الله أولاد وكيكونوا مرزوقين، كيكون كل واحد فيهم جيب الرزق ديالو. فأسأل الله الواحد الأحد لالا عيشة الله يعطيك الدرية الطيبة، والأخوات ديالك لباقي ما تزوجوش فربي لا يعجزه أنه يعطي لكل فتاة زوجا صالحا. سبحانه وتعالى قادر لا يعجزه أنه يختار لها واحد الزوج يكون صالح مصلح ويسخر الأسباب ويقوده ويسوقه إليها سوقا. قادر سبحانه وتعالى. أهل الله قال لك البنت اللي بغات تزوج وخا يكون عند المانع وخا يكون عند العكوسات كتبقى تقول الدعاء ديال التوحيد. اللهم يا واحد يا أحد
يا فرد يا صمد يا من لا صاحبة له ولا ولد ارزقني صاحبة وولد. إلا كان ذكر كيقول ارزقني صاحبة وولد، ولا كانت فتاة كتقول ارزقني صاحبا وولد. يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لا صاحبة له ولا ولد ارزقني صاحبا وولد. وبقى تقولها وتعاودها، وربي عز وجل غادي يختار إلا كان ذكر غادي يعطي صاحبة بها أولاد تنجب له الأولاد، وإلا كانت فتاة غيختار لها رجل صالح ويرزقها من أولاد وغادي يكون بالرزق الوفير ديالهم. فأسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد للا عيشة أستاذ المستمعين الله يجازيكم بألف خير. أختكم للا عيشة بغت منكم واحد دعوة ديال الخير، اللهم شافيها وعافيها، اللهم ارزقها الذرية الطيبة وبشرها بحمل قريب، ارزق يا رب التوأم الذكر والأنثى ويكونوا كامل الأوصاف سليمين من العيوب. اللهم يا رب وأسعد أخواتها بالأزواج الصالحين والذرية الطيبة وأزل عنهن الموانع والعكوسات، اللهم أسعد قلوبهن عاجلا غير آجل يا ربي، وكل من قال آمين ارزقه مثل ذلك وزيادة. والشريف اللي ما تفرج له الله يشافيه، الله يجبر لي العظم دياله، الله يقويه، اللهم شافي منا كل مريض وشافي منا كل سقيم وشافي منا كل عليل، إنك سميع قريب مجيب. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.